أسلم أبو حاتم. الشيء بالشيء يذكر بما أن أبو عمر امتدح تمير وأهل تمير، أنا كذلك عندي أبيات في مدح أهل تمير وهم يستاهلون صراحة من غير قاصم في القبائل الأخرى. أهل تمير دعونا ممكن ولا 5 مرات، عندهم ملتقيات في نادي المجزل ونجيهم والله هناك. فمن ضمن زياراتنا لهم زينا الأبيات أنا وعبد الله الشمري وجميل العنزي، وبيكم تشيلون الشطر الثاني. توكل. يوم جيت أكتب التعبير عارف من يثمل له، عارف من يثمل له. يوم جيت أكتب التعبير عارف من يثمل له، عارف من يثمل له. يا سلامي على أهل تمير عد من حاج بيت الله، عد من حاج بيت الله. عد ما كبر وتكبير، عد ما صب فدله، عد ما صب فدله. كان ما خانني تعبير لو في أفعالهم كله، لو في أفعالهم كله. بل كرم ما بهم تقصير وبسطر ما بهم ذله، وبسطر ما بهم ذله. جاركم ما يدور غير بداركم دايم مدله، بداركم دايم مدله. من دعانا من أهل تمير رب العباد يمهله، رب العباد يمهله. جيتكم من رياض الخير جيتكم بالخلا كله، جيتكم بالخلا كله. مجيتكم من رياض الخير جيتكم بالغلا كله، جيتكم بالغلا كله. قصدنا واضح للغير واعذرونا من الزلة، واعذرونا من الزلة. صح لسانك بيض الله وجهك. والله يوم قلناه وهو يجي 3 من آل عبد الله، قسم بالله ان واحد قلت شو اركتوا؟ قال يا ولد طيرتونا الله يجزاك. شاش راسه. والله العظيم تاكلون واجبكم، ان شاء الله ناكل واجب، بس ما هو بالحين خلي بعدين. خفت انت؟ بس والله العظيم خفت ها؟ لا لا انا عجبني تستاهل انتفاضه الرجل وحماسه. يوم جات يوم اندفع بالطيب شاش آل عبد الله معروفين بالكرم. اي والله وكرم قوي قوي ثقيل يعني هزتهم لك ترى انا مستغربها. ايوه ولا هم بقيه اهل تمير صحيح، لكن هم فيهم الالحاح القوي. اي بالله. لكن الدير احنا رحنا لها، رحنا للحسين انا عماكرم ومرينا الحاتم ابو عبد الاله عماكرم ومرينا عدد ما شاء الله في هالديره الجميله. أسأل الله أن يسعدهم جميعاً ويبارك فيهم. يا الله يكفي هالنموذج يا جماعة، ما فيك شيء. الله يطول عماركم. الله منكم البرغش البرغش. وأنتم كفو تستاهلون. الله يسلمكم ولا يهون أبو حاتم. تمير من الديار اللي حقيقة نفخر بها ونفخر بها لها حقيقة. والله في كرمهم واستقبالهم وجمال حتى طبيعتهم سبحان الله في على النطاق على الشغل القديم. ترى اللي يعزم في عرس في تمير اسمعوا ركزوا معي، اللي يعزم في عرس ولا يعزم في مناسبة بعد صلاة العشاء إذا ما صلى العشاء عند نفس الرجال مضيفة المضيفة تراح عليه خلاص قلبك يكفي. يا عبد المحسن النسدير فيها تمير والحوطة، هالعالم يصومون ويتعيدون بعد الله على هالديرتين إذا أعلنوا كلهم في السدير. وفي الحريق والحريق بس حد تقول السدير عشان احنا نتكلم في الحريق. رفيقنا انت عرفتها من هو؟ منه الكثير اللي قابلناه في قابلناه في انفجر ولا لا كان لذيذ سوالفه كلها تفتح لنا. انا تفاجأت يوم شفته في القناه الاولى يوم كانوا يتحرون رؤيه الهلال، هاي يوم طلع هذا رفيجنا اللي رجل جميل وترى انا موعدينه بزياره باذن الله. انا والله نعتذر منه، والله انه قال لنا كلمه لكن احنا ما نفذناها، احنا نعتذر منه. قال وعدوني وحتى قال قصة، قال أنا منظول أنا جايتني عين أني عزمت لي ناس
وجتني عين ما قلطوا عندي ولا ما شاء الله. فأنا قريت يمكن أبشوف هي طابت ولا لا، فبعزمكم. والله ذكي ذا. قال بعزمكم. نوافق. إذا وافقت وجيتوا ترى العين طابت. ما شاء الله. إيه فأنا ودي أجرب. قلنا له تجرب جازت لل. قلنا له تجرب بإذن الله نجرب. قال متى؟ قلنا خلا بس. قال لا سالت الديرة. قلنا إيه لا سالت الديرة. قال وعد. قلنا وعد. والله وجه سالت الديرة ولا رحنا. ما طابت. أخطينا والله. ما طابت. أجل ما طابت. ما طابت. أنا ما جاء. لا إن شاء الله من إن شاء الله نزد. قرب عبد المحسن. هلا. كل ديار المملكة فيها من الرجال الطيبين وفيها من الطيب والناس الكفو. الحمد لله. إي والله إني أقول الصادق. والله ما جينا ولا محل إلا نلقى ناس يا طويل العمر يشيلونك على عرض شيء. صحيح. الحسن. أنا أشهد يا رجل. والحسن. بأكشف لكم شيء. أنا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم يعني ما راح أقدم.